أصدقائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال سريع جاء من دلوقتي من المجموعة أثناء المحاضرة، فقلت برضو كلنا نستفاد منه، اللي هو إيه؟ بيسألوا زمايلكم، بيسألوا بيقولوا بنصحى الصبح سخنة رايح ومحشرج ومش قادرين نقول حاجة في الوقت ده من السنة بالذات، الأيام دي يعني. ده طبيعي جدا بسبب دخول فصل الخريف. طبعا الفصل، دخول فصل الخريف ودخول فصل الربيع الاتنين بيحصل فيهم المشكلة دي. احنا كنا في الصيف طبعا، رحنا بنسيب الشبابيك مفتوحه والمراوح شغاله او التكييفات شغاله واحنا نايمين، ما كانش بيجرى لنا حاجه. الايام دي بالذات الجو بيبرد من الساعه 12 بالليل كده لحد الساعه 6 الصبح، بيبرد بشكل جامد، فبتدخل رطوبه كتير مع المروحه اللي شغاله مع التكييف اللي شغال، طبعا بيعمل التهاب وحساسيه شديده جدا في الصدر وفي الحنجره والعين والاذن والانف. يعني اللي عندهم حساسية في المناطق دي هتلاقيهم مضرورين بشكل كبير جدا الايام دي. هنتكلم في اللي يخصنا الصوت، الصوت الايام دي محشرج علشان الاسباب دي. عايز تحافظ على نفسك، هتنام من غير مروحة او من غير تكييف، وتبقى قافل البلكونات والشبابيك وانت نايم. استحمل الحر الفترة اللي هي قبل ما تنام دي، وبعد ما تنام هتتعود. لو انت مش عايز تحافظ على صوتك، شغل مراوح وتكييفاتك وافتح الايه الشباك زي ما انت عايز. نصيحتي لوجه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.